ولكن عندما صار في الجزائر صار عنده شأن، وحتى الكاف أركز في هذه الصورة لأنها مهمة جدا. شرفت الجزائر وفرحتونا وتحية، صدقني والله أني أشفق عليكم وأمركم غريب جدا. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش انكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش انكم تعطونا آراءكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم. مرحبا بكم كل الحب والاحترام. اول شيء نبداو به في هذا الفيديو انه رسميا الكاف تعلن على جوائز كأس افريقيا للمحليين المقامة في الجزائر. المفاجأة مش ان الكاف اعلنت على الجوائز، المفاجأة أن الكاف رسميا كما راكم تشاهدوا معنا هذا البيان من الموقع الرسمي للاتحادية الإفريقية لكرة القدم، تعلن على أنها ترفع قيمة الجوائز المالية، وهذا أمر جيد وأمر رائع جدا. لأول مرة تحدث لأنها الجزائر تنظم كأس إفريقيا للمحليين. الشأن في بلد الشان، لأنه الشأن من قبل ما كانش عنده شأن وما كانش عنده قيمة، ولكن عندما صار في الجزائر صار عنده شأن، وحتى الكاف زادت له في القيمة تاعه، لأنه الإعلانات جاب أرباح لمشاهدات كبيرة، إشهارات كبيرة، وهذا بسبب التنظيم الجيد والرائع لراي ديرو الجزائر. ونتمنى كل خير لبلدنا الجزائر من نجاح إلى نجاح إن شاء الله. وأما بخصوص الجوائز المالية راح نتكلم عليها وتقراوها معنا كلها وتتعرفوا عليها كما راكم تشاهدوا معنا. الكاف تعلن على الجوائز المالية للشان. الفائز بالدورة يحصل على 2 مليون دولار، الوصيف يحصل على 800 ألف دولار، صاحب المركز الثالث والرابع كل واحد منهم على 500 ألف دولار. المنتخبات التي أقصيت من الربع النهائي ستحصل على 400 ألف دولار. المنتخبات التي أقصيت من الدور الأول ستحصل على 200 ألف دولار. الكاف أعلنت على أن الجوائز المالية لشان الجزائر زادت بحوالي 69% مقارنة بالدورة السابقة، وهذا ما يدل ويبين أن قيمة الشان في الجزائر أحسن وأفضل بكثير من كل النواحي. الشيء اللي يبين أن الكاف مادامها أنه زادت القيمة تاع الجوائز بهذا النسبة الكبيرة، يعني الكاف تؤكد أن التنظيم في الجزائر ناجح 200% وليس 100%، ناجح نجاح كبير ما شاء الله. ربي يحفظ بلدنا الجزائر، لأنه كي نشوفوا التنظيم، نشوفوا الملاعب، نشوفوا الجماهير، الحضور الجماهيري، نشوفوا الأجواء الجميلة، نشوفوا الاستقبالات الرائعة، نشوفوا كل المنتخبات واللاعبين فرحانين، سوى اللي ما زالوا في الجزائر أو حتى اللي راحوا وتقصوا، كل الأمور كانت جميلة ومنظمة، تنظيم محكم. برافو على كل المنظمين لأنكم شرفتوا الجزائر وفرحتونا، وتحية كبيرة نشكر دائما وما ننساش صراحة الجماهير الجزائرية وكل الجزائريين اللي واقفين على هذا الدورة وكل الناس اللي مساهمين فيها بصغيرة أو بكبيرة. برافو 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 عليكم، شرفتوا بلدكم الجزائر. وكي نشوفوا التنظيم، الملاعب، المرافق، كل الامكانيات اللي موفرتها الدوله الجزائريه من اجل نجاح هذه الدوره من الشان كاس افريقيا للمحليين فقط، كي نشوفوا المستوى الكبير صراحه امر رهيب جدا، اكثر واحسن من مستوى النسخه الاخيره من الكان وليس من الشان اللي نظمتها الكاميرون. أفضل منها في الملعب، أفضل منها في كل شيء وفي كل الإمكانيات. إن شاء الله نشوفوا منه هكا اللي راح ينظم كأس إفريقيا للمحليين أو اللي باش ينظم كأس إفريقيا الكان، يرفع المستوى ويعلي المستوى اللي وصلت له الجزائر حاليا في التنظيم، في المرافق، ملاعب عالمية، كل الأمور ما شاء الله وراهي جيدة، وربي يتمم خير على بلدنا إن شاء الله. وما ننساش أمر مهم كما راكم تشاهدوا معنا، هذه صورة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. تقدر تبان لك أنها صورة عادية جدا، لا، أركز في هذه الصورة لأنها مهمة جدا. هذه الصورة لرئيس الاتحاد الإفريقي هو جالس يشاهد مباراة المنتخب الجزائري في الجزائر العاصمة، ولكن الصورة اللي بعدها واللي تحتها الثانية جالس في عنابة وهو يشاهد مباراة منتخب موريتانيا والسنغال. كيفاش دار باش تنقل بهذه السرعة؟ هاد الصورتين
ما همش واحدة البارح وواحدة اليوم، لا، هما الصورتين في نفس اليوم وفي نفس الأمسية. مباراة المنتخب الجزائري بدأت على الساعة 5 وخلاصت تقريبا مع الساعة 7. من الساعة 7 اتنقل إلى مدينة عنابة باش يشاهد مباراة منتخب موريتانيا والسنغال اللي هي تبدأ على الساعة 8. المسافة الموجودة ما بين جزائر العاصمة وعنابة مش مسافة قصيرة، ما همش لصقين في بعضهم البعض، لا، مسافة كبيرة وهي مسافة 400 كيلومتر. يعني هنا يبين لك أنه الإمكانيات كبيرة جدا اللي متوفرة وموجودة في الجزائر، وهذه لأول مرة تحدث في تاريخ إفريقيا أنه رئيس اتحاد الإفريقي يتنقل ويشاهد مبارتين أو أكثر في نفس اليوم وفي نفس الأمسية. يعني برافو لبلدنا الجزائر على الإمكانيات الهائلة الموجودة واللي وفروها باش هذا الدورة تكون ناجحة 200% وليس 100%. والآن نحبكم تركزوا معايا باش تسمعوا تعليق حفيظ دراجي، كلام مهم جدا وجميل جدا ورائع جدا. اسمعوا معنا تعليق حفيظ الدراجي اللي هو نعتبره كلام في الصميم وجميل جدا. جدا نرحب بكم مشاهدينا المحترمين اينما كنتم في كل مكان، مرحبا اهلا وسهلا الى ربع النهائي الاول لكاس افريقيا للاعبين المحترفين. طبعا لا يمكن الدخول مباشره في وصف مباراه تلعب فيها الجزائر ويعزف فيها النشيد دون ان نتوقف عنده لنتذكر وايضا لنذكر لمن لا يعرف بان عزف النشيد الجزائري قسما في ملعب نيلسون مانديلا في هذه الأجواء يجعل المشاعر ويجعل الجوارح ويجعل القلوب والنفوس وحتى العقول تهتز عندما يكون هذا الجمع بين واحدة من أعظم ثورات القرن العشرين وواحد من أكبر زعماء ثورات التحرير والعزة والكرامة نيلسون مانديلا الذي رافق ثوار الثورة الجزائرية سنة 61 والتي قال عنها آنذاك أنها جعلت منه رجلا سجن بعدها ما يقارب 3 عقود قبل أن يعود إلى أرض الجزائر المستقلة سنة 90، وكانت آنذاك أول زيارة له لخارج الجزائر بعد خروجه من سجن نظام الأبارتايد. وتشاء الصدف أن يعود مانديلا من خلال هذا الملعب وهذه البطولة ليرتبط اسمه بالجزائر التي احتضنته ووقفت إلى جانبه مثل موقوفها الدائم إلى جانب كل حركات التحرر والشعوب التي تسعى للحرية والانعتاق من الاستعمار ومن العبودية. على فكرة نشيد قسما الذي تهتز له أفئدة الجزائريين وكل محبي الجزائر الذين يقدرون تضحيات شعبها، هو نشيد يعبر فعلا عن نغمة الثورة الجزائرية، ثورة المليون ونصف المليون شهيد، كتبه شاعر الثورة المرحوم مفدي زكريا بطلب طبعا آنذاك من الشهيد عبد رمضان وقيادة الثورة، ولحنه الموسيقار المرحوم المصري محمد فوزي رحمة الله عليه. لمن يريد الاطلاع أكثر على حكاية نشيد قسما يمكنه العودة إلى ما كتبه الفقيدان لمين بشيشي وعبد الرحمن بن حميدة، مناضلان من مناضلية الثورة ووزيران سابقان اللذان تركا. كما سمعت معنا تعليق حفيظ الدراجي الجميل والرائع جدا، هذا رد على الكثير من الناس اللي أمرهم غريب جدا، وأنا واحد من الناس والله والله وربي شهد لي أني أشفق عليهم. لماذا أشفق عليهم؟ لأنهم يتكلموا على الحريات ويتكلموا ويدعيوا في أمور وهم ما زالوا حاليا آخر مستعمرة في إفريقيا. صعيب أنك آخر مستعمرة في إفريقيا وتجي تتكلم معايا على الحرية. إسبانيا مؤخرا فريق برشلونة لعبوا عندكم وجاوا لعبوا عندكم مع فريق سبتة مباراة وتتكلم معايا على السيادة الوطنية وتتكلم معايا على وطن. صدقني والله أني أشفق عليكم وأمركم غريب جدا، أمركم غريب جدا. أي شيء على الجزائر يتكلموا عليه ويفهموا فيه، ولكن أمرهم ما يتكلموش فيه، يتكلموا فقط على أمور الجزائر. احترموا عقولنا شوية، تلاهوا بأنفسكم أحسن شيء وأفضل شيء والله العظيم.